اطمأن أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد على الحالة الصحية لمصابي العمليات من رجال القوات المسلحة الذين يخضعون للعلاج بمستشفيات القوات المسلحة. وخلال الزيارة أكد رئيس الأركان محمد فريد أن ما يقدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات في التصدي لتطهير البؤر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن ومقدساته يجسد نضال أبناء مصر الأوفياء جيلا بعد جيل، وأنهم بمثابة مبعث فخر واعتزاز لكل مصرية.